إذا كما شفنا وشهدنا هذه الأيام الأخيرة تقريبا منذ وصول نادي نهضة بركان إلى المطار العاصمة الجزائر، رأينا كيف قميص نادي نهضة بركان الذي أعتبره أسطوري لأنه تزين بخريطة المغرب، كيف هزم عصابة العسكر، هزم عصابة العسكر وأفرحنا، وأفرحنا هذا القميص، لأننا عندما ينهزم أو تنهزم هذه العصابة فهي فرحة لدى الأحرار في الجزائر ولدى المغاربة. أعتقد أن الأمور دخلت مرحلة خطيرة، أولها هذا النظام ومن أجل عيون البوليساريو ومن أجل استمرار العداء مع المغرب يريد تدمير الرياضة الجزائرية وعلى رأسها كرة القدم. شفنا كيف رفض أو أمر العسكر الفيدرالية الجزائرية لكرة القدم نادي اتحاد العاصمة بعدم اللعب مع ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، والتي الاتحادية الكروية لاكاف أصدرت أمس قرارها بمنح الفوز لنادي نهضة بركان ب3-0، والوعيد من خلال مراسلتها بأنه سيتم تسليط عقوبات وأن اللقاء العودة سيكون يوم 28 أبريل المقبل، يعني الأحد المقبل، بملعب البلدي بركان. الاتحادية الكروية الجزائرية الآن هي في ورطة، نادي اتحاد العاصمة في ورطة، يحاولون، قالوا أنهم سيذهبون إلى المحكمة للتحكيم الرياضي إلى الطاس، لكن الأمور واضحة، الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم كانت قد اعتمدت القميص قبل سنتين، نادي نهضة بركان شارك بالقميص عدة مقابلات، وبالتالي فإن محكمة الطاس لن تقدم شيئا لنادي اتحاد العاصمة. الأخطر من ذلك، في حالة رفض اتحاد العاصمة اللعب مقابلة الإياب تحججا بقميص نادي نهضة بركان، فإن الكاف ستسلط عقوبات ليس فقط على نادي اتحاد العاصمة بل على الفيدرالية الجزائرية، وهنا يدق ناقوس الخطر، لأن عقوبات على الفيدرالية الجزائرية لكرة القدم لافاف يعني أثر سلبي على مشوار المنتخب الوطني الجزائري. اليوم شفنا عبر صفحات الجزائرية كيف عبر الجزائريون عن غضبهم، خصوصا لزولتران تاع نادي اتحاد العاصمة الذين لم يستوعبوا خسارتين في يوم واحد. أمس خسر ناديهم لقاءه مع شباب بالوزداد برسم كأس الجمهورية، وخسارتهم على البساط أمام نادي نهضة بركان، الأمر الذي أغضب جماهير نادي اتحاد العاصمة والذين قالوا بأن هذا الكلام لا يعنينا، أبعد السياسة عن الرياضة، لا نريد لمنتخبنا نادينا أن ينتهي مشواره وهو الذي حقق نتائج طيبة على مستوى القارة الإفريقية. لاحظنا أيضا كيف رفض منتخب الشباب لكرة اليد في البطولة العربية التي تنظم حاليا بمدينة الدار البيضاء في المغرب، رفض اللعب أمام المنتخب المغربي بسبب أيضا خريطة المغرب التي تزين بها قميص المنتخب المغربي وهو المعتمد من قبل طبعا الاتحاد العربي لكرة اليد. لكن الأمر لم يتوقف عند ذلك، الاتحاد العربي لكرة اليد أصدر بيانا أمس ليلا قال فيه أن المنتخب الجزائري للشباب لكرة اليد قرر الانسحاب بالبطولة. هذه أيضا ضربة كبيرة لرياضة كرة اليد، ومرة أخرى المبرر واهن، لأن الإعلام المعتمد من قبل عصابة العسكر يتكلم عن السيادة الوطنية، يتكلم عن مصالح الجزائر يعني، ويربطها بقمصان نوادي ومنتخبات المغرب التي من حقها أن تتزين أو تضع خريطة المغربي في قمصانها. الأمور أتمنى أن يتوقف، أن تتوقف هذه العصابة عن استغلال الرياضة أو لدواعي سياسوية، وأن تعود الأمور إلى نصابها بترك الرياضة بعيدا عن السياسة، وإلا فإن الرياضة اللي هي متنفس الشعوب سنشهد في المستقبل يعني ممكن جدا أن الشارع ينتفض، وأن قبل الشارع سنرى سخطا على مستوى الملاعب ومدرجات الملاعب عندما تعبر الجماهير عن غضبها
من ما يحدث ومن تسييس الرياضة من قبل هذا النظام الذي أصبح ليس فقط مجرد نظام مستبد، ليس فقط مجرد نظام ديكتاتوري، بل نظام مريض، مريض وعلاجه صعب جدا للأسف. لا أستغرب من كرم وجود وكرم المغاربة، هذا ليست المرة الأولى، النوادي والفرق الوطنية الجزائرية كانت تحظى باستقبال رائع من قبل السلطات المغربية، من قبل الجماهير المغربية، ينزلون في أفخم الفنادق. كنا شفنا كيف أن المنتخب الوطني الجزائري عند لقائه مع بوركينا فاسو تنقل إلى مدينة مراكش واختير له أفضل فندق بمدينة مراكش، وبالتالي هذا ليس بالأمر الغريب عن المغاربة. سيتم استقبال نادي الاتحاد العاصمة في أحسن الظروف، سيخصص لهم أفخم الفنادق على مستوى مدينة السعيدية، وبالتالي المغرب عودنا على أنه لا يرد بالمثل ولا 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 يبتز ولا يسيس الرياضة، لأنه على حق ولأن قضيته عادلة ولا يحتاج إلى الرياضة لكي يدافع عن قضيته. والمغاربة من حقهم أن يضعوا خريطة بلدهم على قمصان نواديهم وفرقهم الوطنية، وأن هذا الأمر ليس مجرد أنهم يريدون التعبير عن وطنيتهم، هذا الأمر يأخذ واحد الإجراءات تتعلق بمصادقة واعتماد من قبل مثلا ما يخص مجال كرة القدم، الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، وبالتالي لو إذا ما كانش القميص معتمد ما كان لنادي بركان أو أي نادي مغربي أن يلبس ذلك القميص. وبالتالي أعتقد أن الجامعة الملكية خصوصا لكرة القدم تعرف جيدا شغلها، ورئيسها فوزي الأخجع الذي أصبح أعتقد أرى أنه أن كوشمار بالنسبة لهذه عصابة العسكر، هو يقوم بواجبه تجاه بلده، يترأس جامعة كروية ناجحة حققت إنجازات كبيرة، وبالتالي المشكل ليس في الأخجع بل في هذه العصابة التي عسكرت كل مؤسسات الدولة، والآن ومؤخرا عسكرت مؤسسة الفاف والنوادي الكروية الجزائرية للأسف.